إن الإسلام الذي تبرعم في هذه الأراضي منذ مئات السنين بنى اليوم في روسيا حضارة ضربت جذورها عميقة في الأرض. هذه داغستان، الباب الذي تنفتح منه بلاد القفقاس على الشرق. هنا الحياة الإسلامية، حيث مآذن المساجد المبنية حديثاً والتي تعانق السماء، والمدارس الدينية بثقافتها ونمط حياتها. تعتبر القفقاس منطقة تشهد حياة إسلامية أكثر حماساً من الحياة الإسلامية في بقية الجمهورية في روسيا. جمهورية داغستان هي واحدة من أهم المراكز في بلاد القفقاس، فالناس هنا يمارسون حياتهم الدينية بأريحية، كما أن لداغستان تجربة عميقة في تطوير المعمار والفن الإسلامي. عمل مسلمو القوقاز على الارتقاء بالفن الإسلامي باعتباره مطلب الفطرة البشرية. الله أكبر. في الحقيقة إن أجمل وأروع مخلوقات الأرض هي المخلوقات التي خلقها الله تعالى. لقد خلق الله تعالى الشجر والطير، والأهم من ذلك خلق الله الإنسان. الأستاذ الدكتور أماروم ماغوميد هو عضو الهيئة التدريسية في كلية الفنون الجميلة، وأحد أبرز الأخصائيين القفقاسيين في الفنون الإسلامية في روسيا. يرى السيد أماروم أن الله تعالى خلق الكون والإنسان الذي يعتبر من أصغر مخلوقاته في أحسن تقويم وأحسن خلقه. لقد أبدع الله في خلق الإنسان على وجه الأرض لدرجة يعجز أحدهم أن يخلق مثله ولو آتاه الله سلطاناً مبيناً. المسلم في القرآن الكريم مكلف بتحسين نفسه ومحيطه، لهذا يعتبر الفن الإسلامي فناً مستوحاً في الأساس من القرآن. فالمبادئ الإسلامية وفي مقدمتها الإيمان بالله تشكل الفن الإسلامي منذ مئات السنين. في الوقت الحاضر أعلم طلابي أن يكسبوا المال بعرق جبينهم، وأعلمهم أن يكون مصدر رزقهم حلالاً مهما كانت الظروف والصعوبات. إن التواصل مع الله هو الهدف الرئيسي للفنان المسلم، فما ينعكس من الأفكار على الأعمال التي يبدعها تذكر الإنسان بالله الذي لا يموت ولا يفنى، وتترك آثاراً عميقة في روح الإنسان، وتفتح آفاقاً جديدة في أفكاره. الأستاذ ماغوميد يربي طلابه على هذا الشعار، ويرى أن تعليم الفن والتعليم الإسلامي أمران متلازمان لا ينفصلان. التعليم العالي أيضاً مكان للعبادة، أقصد أن أقول إنه مكان للعلم كما المسجد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أطلب العلم ولو في الصين. إذا امتنع الإنسان عن طلب العلم يتضرر المجتمع برمته. أماروم ماغوميد عمره 67 عاماً، لكنه لا يزال يحاول أن يعلم طلابه أشياء مفيدة. ينحدر أماروم ماغوميد من عائلة تعمل في الحدادة، ويسير على خطى أجداده الحرفيين. يكتسب الفن الشعبي في داغستان جمالية جديدة ورونقا جميلا بفضل العقيدة الإسلامية. وأبرز خصائص هذه المكتسبات كامن في النضال الذي خاضته شعوب القفقاس ضد الاستبداد لمئات السنين في سبيل نيل الحرية. نحن شعب نعشق الحرية ونعيشها، فمن يعيش في الجبال لديه قواعد
تشبه كثيرا قواعد الإسلام. يأمر الإسلام الإنسان المؤمن ألا يكون عبدا إلا لله، وأن يعيش الإسلام ببساطة ويتحرر من عبودية غير الله، فلا يركع لأحد إلا للخالق العظيم الذي بيده كل شيء. هذه عقيدتنا ونحن نعشق الحرية. القفقاسيون الذين اتخذوا الجبال بيوتاً أيام الاحتلال الروسي ليصلوا إلى حريتهم يدعون بأهل الجبال. وهذا النضال الذي خاضوه قبل عصور خلت يخوضه اليوم شعب القفقاس من أجل الحياة الإسلامية. المسلمون يفضلون أراضي القفقاس في روسيا ليطبقوا فيها دينهم الإسلامي بأريحية، ومما أثر كثيراً في توجه المسلمين إلى بلاد القفقاس المواقف المناهضة للمسلمين في بقية مناطق روسيا. معظم الناس في روسيا ينظرون للإسلام بشكل سيء، للأسف ينظرون إليه بناءً على الأحكام المسبقة، ويظنون أن الإسلام دين سيء ومتشدد. ولو أنهم أتوا إلى بلادنا ليعيشوا معنا وتواجدوا معنا في نفس البيئة ورأوا حياتنا، لربما تغيرت نظرتهم إلى الإسلام وأحبوه من قلوبهم، ولربما غيروا نظرتهم للحياة بشكل عام ونظروا إليها بوجهة نظر مختلفة. خديجة امرأة روسية اعتنقت الإسلام بعد زواجها، وقررت أن تواصل حياتها في الشيشان التي تعتبرها أفضل مكان للحياة الإسلامية. لكن السبب الأكبر وراء قدومها إلى الشيشان هو النظر إلى المسلمات في روسيا بناء على الأحكام المسبقة. في روسيا حين يرون امرأة تضع الحجاب ينظرون إليها بكراهية. ليتهم يعلمون أهمية الحجاب، لو علموا أن الحجاب مسؤولية ولو علموا أهميته لما تصرفوا هكذا أبدا. حالات متشابهة توجد في بقية الجمهوريات القفقاسية. ليلى أيضا مثل خديجة تزوجت وأسلمت، لكن من أجل أن تعيش دينها براحة أكبر جاءت إلى إنغوشيا. بعد أن دخلت الإسلام شعرت أني ولدت من جديد وتعلمت ما يجب فعله. أنا أرى أن نمط الحياة الإسلامية هام على خلاف أنماط الحياة الأخرى. خديجة وليلى من جمهوريات مختلفة، ولكن القاسم المشترك بينهما أن زواجهما بمسلمين غير حياتهما. دائماً ما ينظر الناس إلى المسلمين في موسكو بعين الريبة. قبل الزواج أبدأ أزواجهما الوجه الحقيقي للإسلام اعتماداً على تصرفاتهما وأفعالهما، فبدأت أفكارهما تتغير في المغزى والحكمة من خلق الإنسان، واتخذت الحياة اليومية المرتبطة بالحياة الدنيوية أبعاداً مختلفة جداً. زوجي بداية شرح لي الإسلام بشكل صحيح وحدثني عن معنى الحياة في الإسلام. لم يجبرني أبداً لأعتنق دين الإسلام، ولو أجبرني لكانت كلماته بلا روح أو معنى. جمعية الإيمان التي تأسست في غروزني عاصمة الشيشان تعنى بتعليم السيدات مثل ليلى وخديجة. تأسست الجمعية عام 2010 لدعم السيدات المسلمات وتعليمهن طريقة التعامل في الحياة الاجتماعية والعائلية. جمعيتنا تعلم الفتيات الأخلاق والمعنويات، وتعلمهن أيضاً طريقة ارتداء اللباس الإسلامي.
اليوم في مسجد أرجون تقرأ السيدات الأعضاء في جمعية الإيمان القرآن، ويتخذن التعاليم الإسلامية لهن مرشداً في أعمالهن. نعلم المسلمات كيف يجب أن تكون المرأة المسلمة، وماذا يجب أن تفعل في المجتمع، وكيف يجب أن تشكل حياتها، ونعلمهن أيضاً عاداتنا وتقاليدنا لنعيد إحياءها. تعمل جمعية الإيمان كصندوق المساعدات من أجل نشاطاتها الموجهة للنساء، فتقوم بمساعدة العائلات المحتاجة وتعد برامج خاصة لذوات الاحتياجات الخاصة. إن تزايد عدد المسلمين في روسيا يؤدي إلى ازدياد حاجة المسلمات لمثل هذه الجمعيات التي ترشدهن إلى الطريق الصحيح. كما تعمل جمعية الإيمان على الاهتمام بالنساء الروسيات اللواتي دخلن الإسلام وتعليمهن طريقة العيش الإسلامي. المرأة المسلمة يجب أن تبدأ حياتها من الصفر، ويجب أن تنتبه لشكلها الخارجي وترتدي الحجاب والألبسة المحتشمة الإسلامية، ويجب أن تعيش حياتها كما جاء في القرآن الكريم. بعد الزواج قررت خديجة وليلى أن تغيرا حياتهما التي بدأت بشكل مختلف في مناطق أخرى بروسيا، رغم أنهما ولدتا على دين آخر غير الإسلام، فإنهما شعرتا أن الإسلام كان موجوداً دائماً في داخلهما. نطقتا كلمة الشهادة وأكملتا طريقهما الجديد، وكأنهما فتحتا صفحة بيضاء مثلما ولدتهما أمهما. عندما نطقت كلمة الشهادة لم أفكر أني سأتغير لهذه الدرجة، كانت هذه أول خطوة أقوم بها نحو الله تعالى. أما بقية الأشياء فبدأت تتطور بسهولة. حينها شعرت بسكينة وشعرت أني تحت الحفظ الإلهي. لقد غير الإسلام حياتهما بشكل كامل، فبدأتا تعيشان حياتهما بشكل يليق بسيدتين مسلمتين في إطار المجتمع وفي إطار العائلة. تطورت علاقات القربة بشكل لم يسبق له مثيل، وأدركتا معنى وفضل احترام الكبار. اعتنقت ليلى الإسلام بفضل زوجها وتركت مدينتها وجاءت إلى القفقاس، ولكن القدر فرقها عن زوجها وهي في سن صغيرة. ومع ذلك لم تشعر نفسها غريبة وحيدة بأي وقت من الأوقات، فإيمانها بالله منحها القوة التي جعلتها تتمسك بالحياة. عندما توفي زوجي لم أشعر أبداً أنني وحيدة في أرض غريبة، لم أشعر بهذا الشعور. لجأت إلى الله فهو حسبي ومعيني. إن الله يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويعرف كل شيء. لقد وهبني الله الصبر. ثقافة القفقاس والحياة الإسلامية متداخلتان في روسيا، فالناس في هذه الجغرافيا القاسية يفكرون بتقاليدهم مع هويتهم الإسلامية ويمارسونها على هذا الأساس. موسى عثمانوفيتش هو إمام الجامع التاريخي في قرية غاتينغال إحدى قرى جبال الشيشان، وهو شاهد عيان على الحرب. إنه يمثل الشعب الذي تصدى لهجمات المعتدين محافظاً على عقيدة الإسلام والتقاليد الشيشانية. إنه ينسب قدرته اليوم على العبادة بحرية إلى القوة التي استمدها من الماضي والفخر الذي اكتسبه من أجداده. شاب
قبعة القلبق تمثل هنا شرف الرجل وكرامته. إذا خرج الرجل بدون القبعة يجعل نفسه لقمة سائغة بين الناس، فيقولون إنه رجل مغرور وغير محترم. قبعة القلبق الشركسية هي أحد رموز رجال القفقاس. بالنسبة لموسى تعتبر القلبق أهم رموز القوة والفخر لدى الرجل. بحسب التقاليد الشركسية، الخروج أمام الكبار بدون القلبق أمر معيب، لذلك يحرص الرجال في القفقاس على ارتداء القلبق على الرأس بشكل دائم، لأنها ترمز إلى الشرف والكرامة. في المرحلة التي تلت الشيوعية ازداد الطلب على القلبق باعتبارها أحد أبرز رموز الإيمان والثقافة والتقاليد، فأعاد معلمو صناعة القلبق هذه الحرفة القديمة للحياة. اعتمار قبعة القلبق سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك اعتمارنا لقبعة القلبق مهم جداً. وبحسب المعلومات التي تلقيناها من علمائنا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه لم يخرج بدون قبعة ولم يقم بالعبادة بلا العمامة. شاميل سادوي الذي يعيش في قرية أنونيت في الشيشان يصنع قبعة القلبق على الطريقة التي تعلمها من أجداده ليرتديها أجيال اليوم. الجلد المستخدم في صناعة القلبق يؤخذ من الغنم الجنين في بطن أمه، توضع البطانة من الداخل ويضاف إليها فراء يقي من البرد. تشير القلبق في بلاد القفقاس إلى امتزاج التقاليد بالإسلام. اعتبار العمامة والقلنسوة من السنة النبوية يعود لأولى الممارسات الإسلامية. ربما لهذا السبب كانوا يرتدون القلبق خلال حروب الشيشان تعبيراً عن البطولة ورمزاً للعقيدة والشهادة. أحد أكثر الأماكن التي تعكس القيم المشتركة بين الدين الإسلامي والتقاليد القفقاسية هو متحف دونرييف التاريخي في الشيشان. يبعد هذا المتحف عن العاصمة غروزني 45 دقيقة، ويزخر بالآثار التاريخية التي تسلط الضوء على الفترات الصعبة التي مر بها الشعب الشيشاني. الباحث التاريخي الشيشاني المشهور آدم ساتوييف صاحب متحف إكنيك التاريخي، إنسان عاش لحماية الهوية الشيشانية ولامس تأثير العقيدة الإسلامية خلال الحرب. الناس الذين أرادوا أن يروا الشيشان تنعم بالاستقرار للأسف ليسوا معنا اليوم، فأكثرهم قتل أثناء الحرب، ومعظم كبار السن ماتوا ولم يبقى منهم الكثير، ومعظم الشباب فقدوا حياتهم وهم يدافعون عن دولتنا، لكن دماءهم الزكية لم تذهب سدى لأن أرض أجدادنا نالت الحرية باستشهادهم. إن الله خلقنا ومنحنا النعم وأغدق علينا من نعيم الدنيا ووهبنا العقل لنذكر الله تعالى في حلقات الذكر. لقد وهبنا العقل لنسير في الطريق الصحيح ونجتنب السيئات ولنبتعد عن النميمة. هذا ما يعلمنا إياه الذكر. يقام الذكر منذ عهود الإسلام الأولى، والمسلمون يقومون بالذكر منذ هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه
كان يذكر الله جالسا على ركبه وعيناه مغلقتان. هناك تيارات إسلامية كثيرة في القفقاس يأتي في مقدمتها تيار النقشبندية ثم تيار القادرية، ويتم إعطاء أهمية كبيرة لهذه التيارات وشيوخها، والذكر يتم تبعا لهذه التيارات. نحن المسلمون في كل ساعة وفي كل ثانية نذكر اسم الله بألسنتنا. بواسطة هذا الذكر نذكر أنفسنا أولاً، ونذكر الناس من حولنا بأننا مسلمون نعبد الله. فالذكر هو صلتنا بالله، وفضله مذكور في القرآن الكريم. الذكر يعني التذكر، والتذكر يكون بوحدة اللسان والقلب ووحدة العقل والقلب. أهل هذه الطريقة يقومون بهذا الذكر بعد الوصال، يذكرون الله تعالى ورسوله من القلب ليصلوا لهذا الخشوع. الذكر يوحد الناس ويجعلهم يدركون صفاء الإسلام ويساعدهم على تذكر الله. الحمد لله. المسلمون الذين يملؤون المسجد ينسلخون من كل الأفكار ويحمدون الله بكل خشوع، ويذكرون اسمه العظيم، ويذكرون رسوله عليه الصلاة والسلام. الذكر في نظر أهل التصوف إحساس بوجود الله قولاً وفعلاً، وتعزيز لمشاعر وجود الله وعظمته في قلوبهم. الذكر في القرآن يأتي بمعنى أن الوحي مذكر. انطلاقاً من هذا المفهوم يكتسب الذكر معناً يفوق الأصوات والحركات. كانت حلقات الذكر في القفقاس محظورة في فترة سابقة بسبب القمع الذي مارسته الشيوعية على المسلمين طيلة فترة الحروب، لذا منع المسلمون من حلقات الذكر وممارسة العبادات. الذكر آنذاك كان ممنوعاً، وعقوبته السجن، وكان النفي إلى سيبيريا أو السجن المؤبد عقوبة الذكر. مع ذلك كان لدينا إيمان عميق جدا، إيمان راسخ جدا، وهذا الإيمان منحنا القوة. هناك معان عميقة للذكر الذي يقام في القفقاس، فالجانب الموحد للإسلام لا يقف عند جدران المكان الذي يجتمع فيه هؤلاء المؤمنون، بل يتخطى تأثيره المكان بدون أدنى شك. إن ذكر الله تعالى يوحد المسلمين. قد تحدث حروب وأزمات، ولكن الذكر يبقى ولا يزول. يجب ألا ننسى أن هذا التأثير يشمل جميع مسلمي روسيا خارج القفقاس، لكن أراضي القفقاس تبقى قدوة لمسلمي روسيا وتأتي في المقدمة باعتبارها نموذجاً قوياً عن الحياة الإسلامية.